السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نوريكم الشويشات كلك تصاوب بهم في دارك. الجليلي بدك بلا ما تبقاي تقلبي على اللي يصاوب لك، ساهلين طريقة سهلة. كنبرمهم على شعرة بحال هكا البريم ديالهم، كنطلق من السوقية كاملة على جوج شعرات كنبرمهم مزيان. دابا تنوريك طريقة البريم صغيرة، يعني على الشعرة نبرمها مزيان ونعلقها ونزيد شعرة ونبرمها مزيان ونعلقها، بها غادي نصوب داك الشويشات السخر اللي كيتعلقو في جليلي. بس دابا هذا طريسين هو اللي نديرو في داك الرويسات اللي تيتعلقو، برمو على جوج شعرات، تنعقد الرويسات ديالهم كيفما هكا، نقلب الرويسات الفوق ونعقدهم بالخويط باش كيخليو لنا واحد الرويس قليقيله لتحت باش الشويشه ما تنتفش، ما كانش معقوده مزيان ما تنتفش. وتنعقدهم كاملين بهذه الطريقه هذه. هاد الشويشات ديال الجلابة علاش بغيت نوريهم للعيالات، تيبقاو يقلبوا على اللون بزاف ما كيلقاوهش واجد، كيضطروا يصوبوا الشويشات، ما كيلقاوش اللي يصوب لهم هاد الشويشات ولا اللي تيخدموهم، يعني الاغلبيه كيخدموهم العيالات في الدار. الانسان ملي كينوض يقلب على شكون اللي يخدم له الشويشات ما تيعرفش فين يمشي يقلب. راهم ساهلين، يمكن لك تخدميهم تجيبي واحد من السوقية وتعطيها للبرام تقول له برم لي البريم ديال العقاد، هو يبرم لك داك الفريدة الاولى مزيان ويجمعهم مزيان. دابا من بعد عقدتهم نوريكم الطريقة ديال التسدية، كيفاش كنسدي ربعة ديال الشوشة تانية في ضربة واحدة، يعني كندير هاد المسافة تقريبا واحد مترو ما كاملش وكنبدا نسدي. الوقيتة دابا اللي تنسدي راه كنجبد الطرسان، كنجبدو باش ملي كيتجبد ملي تتقطع ما كيتحلش، وتنبقى نجبد ندور ندور ندور، كندير مثلا 34 35 دورة 32 دورة 33، المهم كتفوت داك 30 باش كتجي الشويشة. قسمتهم على جوج بهذه الطريقه، ونولي نقسمهم عاوتاني على جوج، هذه يعطيونا اربعه ديال الشويشات. دابا تنجيب داك الرويس كنديرو هنا في الوسط، نديرو في وسط الشويشه
وكنعقد عليه، كنزير عليه مزيان، نفس الطريقة عاوتاني شويشة أخرى، عاوتاني غادي نقسم هادي على جوج، استغفر الله، غيوليو عندي 4 ديال الشويشات، وكيمكن لك تصاوب بيهم في الدار. انا قلت لك دابا تعطيهم غير البرام، لما عندكش لي برم لك تم غير البرام، انت كتعرفي تبرمي وتتبرمي راسك، راه مساهلين الشويشات. كنزل لهم داك الخويط غير باش نبعدهم على الليبرة، باش كيساعدوني في الخدمة. بهذه الطريقة دابا نقطع واحد الطريف من داك الشيء منهم الشاط، باش غادي ندور عليه، ايوا تنصوبها هكا مزيان، تنستفها ما يبقاش شي من فوق شيء. من بعد تنشد داك الخيط النيل وتنديرو على جوج، كنبدا ندور. كنتف داك الخيط شي، كنتفو للفوق واحد، خليته لتحت واحد للفوق، يعني كتسد هذه العقدة ديال الصنارة. دابا كنضطر، دابا صبيعاتي مغطيين داك الخدمة، يعني راه تشوفوا الحركه دي تفهموا شنو بغيت نقصد، هما ضروري راه صبيعاتي خصهم يبقاو شادين في داك الحاجه باش تخدم، يعني كتبقى مغطيه، المهم هو المعلومه توصل. اما الخدمه ممارسه، الانسان يخسر الاولى ويخسر الثانيه ويصوب الثالثه، من الخطأ كيتعلم الانسان. هكا تنبقى تنسى على الشويشات ديالي بزربة، صوب بيهم بيديك وديريهم الجليبة ديالك بيديك، ولا ما تقلبي اللي صوب لك، ولا باش شي ناس كيجيو عندي من مسافة مساكن بعيدة كيقلبوا شكون اخويا اللي صوب لنا هاد الشويشات. بعد المرة الحاجة كتكون صغيرة وبنادم يأكل فيها. بالنسبة للناس دابا اللي كتبغي تحول غير الكروشيات مثلا للمضمة، وكتجيب لك المضمة من مسافة بعيدة باش تحولها لكروشيات، حولها من راسك، راسك غايبيرة وتحولها بلا ما يضرب الإنسان ديك المسافة، وسهلة. خص
سنين نوريها لهم في شي فيديو ان شاء الله. وهكا تنكون سالي التشويشة ديالي مدة 8 دقائق أو 10 دقائق، كندير 3 صبيعات فيهم وتنقطع داك الزيت تنقاددهم. وهكا تنكون سالي الخدمة ديالي. أتمنى من الله يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهلاو في راسكم في شي فيديو آخر إن شاء الله.